this manish afa emik map de famish mafish bin ittifaq مع ريهام وامير كل يوم في رمضان على نجوم اف ام نجوم اف ام رمضان النجوم وقعتنا خناق في خناق هاي حبيبتي بقولك ايه يلا بسرعة نطلع على المحل علشان الشنطة اللي كانت عاجباني دلوقتي وصلت بقى ب14,000 جنيه بس Can you believe it? No way انت اكيد بتهرجي I swear يا بنتي ده كده السيل وصل تقريبا 70% حاجة تقريبا شبه كده I cannot believe it بجد till now ايه ده غريبة جدا ده حتى في لندن مش بيعملوا كده اهو دلوقتي بقى بصي في مصر بقى يعملوا ايه عايزين بقى يخلصوا من القديم كله طب يلا بسرعة يلا بينا هاي بيبي هاي حبيبتي How was your day? سفرينج يا أمير أنا النهاردة بهدلت بجد يعني أزف كنت في اسمه إيه ده اللي هو المول بتاع الحكومة مجمع التحرير إيه ده؟ ليه يا حبيبتي؟ تعبت قوي النهاردة يا أمير في الشوبينج بجد أنا متخيل طبعا يوم الشوبينج ده بيبقى يوم صعب جدا فوق ما تتخيل بس كان في سير رهيب على الشنط اشتريت شنطتين ب28,000 جنيه يا أمير اتنين يا أمير أنت متخيل؟ No way ازاي كده دول رخاص قوي يا عارفه انا اتخضيت برضو زيك بالظبط طب جريت هبعت لك السواق بالليل اراوند 8ش كده نروح نتعشى برا اوكي اوكي بيب سي يو ذن يلا باي باي تحبي تاكلي ايه مش عارفه محتاره اطلب لي انت يا حبيبي ايه رايك اطلب لك سيمو What? سيمو يا امير من هنا You must be joking right بهزر ليه انا فاكرك بتحبيه بحبه بس مش باكله من مصر وانت عارف يا امير انا دادي بيجيبه من بره بطيارته الخاصه من سويسرا No problem انا هكلمك الكابتن بتاع البرايفت جيت بتاعتي ابعته يجيب لك من هناك عاوز حاجه ثانيه يجيبها لك معاه لا thank you very much اوكي ايه ده مش دي جاسي صاحبتي جاسي هاي ريهام هاو ار يو جود بيب هاو ار يو انت اشتبركيلي ايه اتخطبتي تاني ولا ايه لا طبعا اصل مش هتصدقي خالد اشترى لي ايه ايه يعني اشترى لك ايه يعني اشترى لي منقره منقره ازاي يعني الاهرامات قصدك ايوه اصل بصي ده المكان الوحيد اللي لو حصل بركان او زلزال تقدري تستخبي فيه ما تعرفيش الدنيا فيها ايه برضو طبعا عندك حق وده بكام دلوقتي بقى لا ملايين وملايين طبعا طيب بصي ريهام معلش لازم ارجع ترابيزتي كلميني بقى اوكي باي مالك يا ريهام مفيش بس انت سمعت جاسي قالت ايه طبعا ها بس ده بزخ وتضييع فلوس على الفاضي ازاي يعني ما انت سامع اهو تقدر تقولي هنعمل ايه لما يبقى فيه زلازل وبراكين وبعدين هي جاسي يعني احسن مني مثلا لا طبعا يا حبيبتي ده انت احسن واحده في العالم خلاص يبقى انا كمان عايزه هره واكبر من بتاعها خلاص هحاول اعمل لك ديل على خفرع خفرع ايه يا امير انا عايز اخوفه عشان لو حصل حاجه اجيب صحابي وعيلتي وهدومي ده هدومي لوحدها وشنطتي ما يقضوش خفرع بس انا ما اقدرش اجيب خوفه انا ميزانيتي ما تسمحش يا خفرع يا بلاش وانا اسفه يا امير يا خوفه يا بلاش وهمشي دلوقتي باي حبيتك انت غصب عني وقلت كل كلام اتقال حاولت ابعد عنك لكني برجع وعيد نفس الكلام اكلمك ما بتسمعنيش افهمك ما بتفهميش استنونا بكرة في نفس الميعاد مفيش بينا اتفاق كتبها امير عيد تمثيل ريهام الشيخ أمير عيد هند رضوان أحمد وليد إخراج رامي محسن وحياتنا خناق في خناق